الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن آداب قضاء الحاجة، آداب الإتيان للبول والغائط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مين بيسا بيسا بقولني إسلامي طريقة كيولي بيسا بيسا بقولني إسلامي طريقة كيولي. الآن الكفار ينظر إليكم، كيف تصنعوا عند الاغتسال، عند قضاء الحاجة؟ نعم. في أول كافر أول غير مسلم أول مسلم لا يرسل في أول بيسا بيسا بقولنا كلي مسلم بلا كلي لا كفي طريقة أول لا يرسل. أنت داعي إلى الله شئت أما بيت، طالما أنك مسلم أنت داعي إلى الله، وقد تدعو إلى الله بالفعل أكثر من القول. في أول كلي كلي مسلم باش كلا داعي لا يرسل وزي يقول أمانة سنة أمانة. الآن عندنا آداب إسلامية عند قضاء الحاجة. تسمي قبل الدخول تقول بسم الله قبل أن تدخل. هذا إذا كانت الحمامات مبنية بناء لها باب. وإلا إذا كان في الفضاء في الصحراء أو في الغابة أو في المزرعة قبل أن تنزع الثياب تقول بسم الله. وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعندما تنتهي وترفع الثياب أو تخرج تقول غفرانك. هذا سنة. لكن يجب عليك أن تستتر عن الناس، لا يراك أحد وأنت تقضي الحاجة عند الاغتسال، عند البول، عند الغائط. فماذا تصنع؟ تدخل في هذه الحمامات تغلق الباب، أو لا يراك الناس خلف شجرة، خلف جدار. نعم. وإذا كانت منطقة لا يوجد فيها شيء يسترك عن الناس تبتعد. لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها حال قضاء الحاجة. لا تقضي الحاجة في أماكن تؤذي بها الناس ولو كانوا كفار. يعني أماكن اجتماع الناس تحت الأماكن التي يستظل فيها الناس. نعم. كذلك لا يمكن أن تبول في الماء الراكد الذي لا يجري. نعم. كذلك لا تأتي الحاجة في أماكن تؤذي بها الناس، أي مكان تؤذي به الناس هذا لا يمكن تأتي الحاجة. نعم. لا تدخل إلى الحمام بشيء فيه ذكر الله، القرآن، الكتب الدراسية مثلا، الحديث. تنقطع عن ذكر الله. حتى كلام الناس لا تتكلم به وأنت تقضي الحاجة إلا للضرورة. انقطع الماء مثلا تطلب منه ماء فقط. لابد أن تختار مكان لقضاء الحاجة، يعني مكان ليس صلب، لأن المكان الصلب عندما تبول عليه قد يرتد عليك الرشاش البول. تختار مكان لين. نعم. إن لم تجد إلا أماكن صلبة صخور تقترب من الأرض، تدنو من الأرض.
यदि तपाईले गरम ठाउँ भेट्नु भएन भने त्यस्तो चट्टान छ त्यस्तो ठाउँ पिसाब गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ नजिक भएर पिसाब गर्नुहुन्छ पिसाब गर्नु होला किनभने त्यसो गर्यो भने तपाईँको त्यो छिटाहरू तपाईँतर्फ आउँदैन تحذر أيضا من البول في أماكن يكون فيها بعض الحيات العقارب كذا نعم. نعم أيضا إذا انقطع انتهى البول الغائط ماذا تصنع؟ إذا انتهى البول الغائط ماذا نصنع؟ لابد أن تنظف المكان. إما بالماء أو بالحجارة المناديل الخرق أو تجمع بينهما لا إشكال نعم لكن يصح الاغتسال إما ماء فقط أو حجارة مناديل استعمال الماء واضح الله أعلم لا يحتاج إلى شرح نعم استعمال المناديل الحجارة لا بد أن تكون طاهرة لا نجسة غير محترمة يعني لا يمكن أن نأتي ونمسح القبل أو الدبر بالمصاحف بالكتب الحديث ولا تكون طعام لا للإنس ولا للجن ولا لطعام الإنس ولا لطعام الجن نعم ولابد أن نستعمل ثلاث مناديل أو ثلاث حجار أقل شيء لكن إن كان الحجر مثلا هذا الحجر كبير نستطيع أن نمسح مرة من هنا ومرة من هنا ومرة من هنا يصح لكن تمسح ثلاث مرات من نفس المكان لا يصح لأن المرة الأولى كان المسح على محل طاهر الثاني على محل نجس نعم إذا رجع المنديل جاف ليس فيه أثر بول ولا غائط معنى هذا أن حصلت الطهارة यदि सफाई गरेपछि यदि कागज उसले हेर्यो कि त्यसमा कुनै पिसाबको अथवा दिसा पिसाबको असर छैन भने त्यसको अर्थ के भने उसले सफाई गरिसक्यो اذا رجع المنديل في اثر بول او غائط معنى هذا ان الطهاره ما حصلت यदि कागज प्रयोग गर्दा फेरि त्यसमा कुनै दिसा पिसाबको असर छ भने भनेको छ भने त्यसको अर्थ के भने उसले सफाई गरेर हासिल गरेन बाँकी हासिल गर्नु छैन تزيد منديل ثالث رابع خامس مسح هكذا حتى يرجع المنديل جاف ليس في اثر بول ولا غائط هكذا حصل النقاء حصلت الطهارة نعم لكن ان انقطعت النجاسة بعدد زوجي يستحب ان تزيد مسحة لتقطع العدد على عدد فردي يعني استعمل ست مناديل يستحب له أن يزيد السابع حتى يقطع على عدد وتري يدي بس اللي كانت من دي كانت نورمال يوزر سر لكن هو صفاي كده كذي مسكو صفاي خمسة يورا ربعنا برا بقولي خيار ربعنا برا بقولي بس كده كذي مستحب ساكي يورا تهدي كروس ربي تر كروس كنا بيجي تر مال كاري بني ولا سواك لا يمس ذكره بيمينه يستعمل اليد اليسرى نعم طيب
يصح أن يبول قائما بشرطين. أوبيرا بيشاب الله. وإلا كان البول قائما لا يجوز. ترى يدي شرط بعينه ولي. أوبيرا بيشاب الله قبل كده أنماطي فيني. الشرط الأول أن يأمن أن العورة لا تنكشف يعني لا يرى أحد. الثاني أن يأمن أن الرشاش لا يرتد عليه رشاش البول. إذا توفرت الشرطين